اطبخ مع ديدو. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي اطبخ مع ديدو. اليوم ان شاء الله جبت لكم تدبيره كما وعدتكم قبل رمضان، ان شاء الله نوري لكم كاش ندير الثوم تاعي. بصح قبل الثوم جبت لكم تدبيره في تدبيره. بون البنات اللي مزوجات جداد ولا خطرات، مام حنا كبارات تتلفنا على كل حال. قال لك طون كونفي طون كون ابرون. عندي هذا النعناع يابس، هاوليك انا نحيه تو سامبلومون، نحي له هادو تاوعو فوالا، نديرهم في غربال هكا تاع بركوكس ولا هاي ليك، تنحوهم نورمال. هادو ما واش ديروا بهم، هادو انا ما نرميهمش، كي ندير نعناع ندير لاتاي بلوتو تاع رمضان ولا تيزانه تاع نعناع ولا نديرهم هما يتلقوا البنة في الكاسرونه وفي في البقراش تاع لاتاي ولا البريق، كل واحد كاش يقول ولا البراد، ندير فيه الورق جديد كيما يقولوا، ما نرمو حتى حاجه. وهذه هي هادو ما حنا نسحقوه، هذا حنا نديروه بزاف في المواكل. دوك نوريكم كيفاش ديروه، تو سامبلومون تحكموا هكا كيما نقولوا، تحطوه تفتوه فوالا هكا هكا تفتوه كاع. كي تفتتوه شوفوا كاش يولي، انا دو توت فاصون راني دايره على كل حال، ما نقعدش بلا بهم، نتوما وريت لكم برك. شوفوا كاش يولي، شفتوه كيفاش يولي هذا الرقيق، هذا تحكموه وديروه في بلاره تاع لي زيبيس كيما نقولوا. كاين اللي يتباع مارف، انا نشوفو يتباع هو والرمد، بصح فغيمون رقاق كي ديروه في ماكله ولا فغيمون تولي لكم المرقاق حلا، مي هادو ما سي تري براتيك. وهاد النعناع نسحقوه، نتوما تقولوا واش نسحقوه، اللي يدير العصبان كيما نقولوا تاع السميد تاعنا تاع قبايل ولا تاع الجزائر، يستعملوا الشوربه كي طيبوا تحطوها من الفوق، تحطوها بيديكم تستعملوه. البرياني الروس تاع برياني اللي قلت لكم نديره لكم تستعملوه بزاف، هذا نستعملوه كيف التتبيلات تاع الدجاج تاني يستعملوه. ولا تحبوا كي ديروا لاتاي تاعكم طيبوهم، تقدروا طيبوه هذا، هذه هي تو سامبلومون. دوك نكملوا ان شاء الله ونوريه لكم كيفاش نديروا. راح ندير لكم تاع الثوم، شوفوا انايا الثوم، شوفوا كي نشروه نقوه، شوفوا نشمخو ليله في الماء، رموا هذوك الريسان كاع في الماء وخلوهم هاوليك، غدوه من داك يجيكم. شوفوا ها هاوليك تنحى كيما يقولوا فاسيلمون، هاي ليك هاي ليك. ومن بعد نرابيهم في بتيت غاب، دوك نجيب لاغاب قدامكم نحكموا لاغاب تاعنا تو سامبلومون، رابيوه فوالا فوالا هاكا. الثوم تاعنا ها رابيناه لاغاب، ولا تحبوا كيما هذيك اللي تعبص كيما تحبوا، كل واحد يدير كيما مال في يدير. هادو ما تاع السكاير اللي قطعت من الحميصه وقلت لكم ما ترموهمش خاطر نصيبوهم فوالا، تحكموا ين دوز بون ولا دوز، ما نقدرش انا نحكم لكم فيها، باسكو كاين اللي يحب الثوم كاين اللي ما يحبش، كاين اللي عنده اون فامي نومبروز زعما عائله كبيره لازم يكثر لا كونتيتي، وكاين اللي هما زوج ولا ثلاثه. انا نوري لك الفكره وانتيا شوفي فوالا، لوي هكا اذا كانت كبيره بيان سور نقصوا لها فوالا، تلموها هكا تحكموا بابي الومنيوم على حساب تقسموا على القد تاع لادوز اللي تحبوا اللي راكو حابين ديروها فوالا. هذو راهم فيهم زوج فوالا، ديروا هنايا وديروه كيما تحبه حلوه فوالا، وصافي بو صافي بروبر. ولازم كل مره ما لازمش تقعد بلا هاد الدوزان ولا الصوالح اللي في الفريجيدير تاعها، خاطر يجيكم ضيف على غفله ولا تشهوا حاجه على غفله ما يكونش مول الدار، هكا المره لازم تسلك روحها. ديروا هكا كيما حبه حلوه نورمال فوالا هكا. هاي اللي كان عندي كنت وجدت لكم باش نوريكم وانا تاعي راه في الكونجيلاتور فوالا، ها شوفوا سي بروبر ها، ديروا هكا او ميم طون كيما نقولوا لا بواط تكون ايرميتيك هكا، تغلقوها ما تخرج لكمش الريحه في كونجيلاتور ولا في فريجيدير، وشوفوا الاخر تاعكم بالقانون بالترتاب فريمون.
وكي تكونوا هكا بيان اورغانيزي في كوزينتكم، الماكله اللي كانت تشدكم 3 سوايع تشد لكم يا ربي ساعه. هذه هي، دوك نكملهم كاع ونوري لكم التدبيرات تاعنا كيفاش درناهم. هاو لي كتوم تاعنا والنعناع تاعنا، نسبق لكم بالثوم. هاو لي كتوم اللي كنا ربيناه ودرناه هنا، فوالا كيما قلت لكم خبو هكا، سي تري براتيك سي تري بروبر. فوالا، ولا عندكم دو بوسيبيليتي، تحبوا ديروا هكا، واللي عندها دي مول هكا كيما نقولوا ما تسحقهمش تاع سيليكون، ولا كيما نقولوا هذوك اللي نديروا فيهم لي غلاسون، ديرهم هنا تاني بلي دوز هاي ليك. شوفوا ها، وبعد تنحوا هكا بلا دوز هاي ليك وطيبوا تري بروبر. لازم تكونوا بيان اورغانيزي في كوزينتكم. فوالا، ولا وعندي هاد التدبيره تاني تاع النعناع اللي قلت لكم هاي ليك، هادو ما نديروهم وحدهم. هاوليك لي رحيناه يجيو قلت لكم في الشريبه في كيما تحبوا. هاديك ان شاء الله تكون هاد التدبيرات ان شاء الله عجبوكم، ان شاء الله ديروهم رمضان ان شاء الله يدخل علينا ان شاء الله بستر وسلامه. وهذا هو الفيديو تاع النهار اليوم، اللي عجبو يشترك في القناه، يضغط على زر الجرس ان شاء الله باش يلحقوا غير جديد. ما تنساوش تدعموني بجام كومونتير. الى اللقاء ان شاء الله في تدابير ووصفات جديده ان شاء الله. سلام.